الحمل. لا تعتمد على أحد أثناء عملك واعتمد فقط على خبراتك المهنية حتى تستطيع إنجاز المهام المطلوبة منك في وقت قصير وابتكار أفكار جديدة تساعدك على النجاح يا مولود الحمل. حافظ على استقرار حياتك الزوجية ولا تحاول إثارة المشاكل مع شريك الحياة. الثور. حدد أهدافك وجدد خططك يا مولود الثور، وحاول أن تترك الماضي وتجعل تفكيرك بالمستقبل. حافظ على مشاركة أفكارك مع مديرك. يفضل أن تعمل على تنظيم وقتك للحصول على صحة أفضل خلال الفترات المقبلة. الجوزاء. حاول أن تقتنص الفرصة التي أمامك ولا تتردد في أخذها حتى لا تندم عليها يا مولود الجوزاء، وطور من قدراتك العملية بشكل كبير لتكون جاهز ومتوافق مع التطورات من حولك. يجب أن تكون حاسماً في اتخاذ القرارات ولا تتردد بعد أخذها. السرطان. حافظ على المكاسب التي حققتها خلال الفترة الماضية ولا تخسرها بسبب قراراتك المتهورة التي قد تتسبب لك بالكثير من الخسائر يا مولود السرطان. حاول أن تصل لحل مع الحبيب لإنهاء المشاكل التي بينك وبينه منذ فترة طويلة. الأسد. حاول أن تبتعد عن الدخول في شؤون الغير، ويفضل أن تلتزم بقواعد العمل للحصول على أهدافك. ابتعد عن التوتر والتعرض لأي ضغط يا مولود الأسد. خلال الفترات المقبلة هناك انفراجة وشفاء تام من كل القيود التي تحيط بك. العذراء. عليك أن تقبل أي تغير يحدث حولك، فقد يكون التغيير في صالحك وأنت لا تعلم. وأعطي النصيحة لمن يحتاجها يا مولود العذراء، ولا تتنازل عن تحقيق أحلامك ولا تتكاسل عنها. الميزان. تحلى بالهدوء عند اتخاذ القرارات المهمة، واستشر أهل الخبرة في مجالك المهني يا مولود الميزان حتى تتخذ القرار الصائب الذي يساعدك على التقدم في العمل مع مرور الوقت. العقرب. تعامل بحذر مع من حولك خلال الفترات المقبلة، وحاول أن تلتزم بالمهام اليومية بالعمل يا مولود العقرب. حافظ على تواصلك الدائم مع شريك الحياة، وابتعد عن الدخول في المشكلات التي تتسبب في إعاقة العلاقة العاطفية. القوس. حافظ على أن تجعل تركيزك بالعمل أكثر خلال الفترات المقبلة، ويفضل أن تفصل العمل عن حياتك الشخصية للحفاظ على تقدمك بالعمل وتحقيق أعلى النتائج. الجدي. عليك أن تضع خططاً طويلة الأجل لمشروعك حتى تعلم الوقت الذي تحتاجه حتى تنتهي من مشروعك وتبدأ في مشروع جديد يا مولود الجدي، وتعاون مع زملائك حتى تحصل على تقدير كبير. تشعر بالحماس ما يمكنك من إنهاء أعمالك بشكل مبكر. الدلو. تعامل بتواضع وود مع من حولك لتحصل على المكانة التي تستحقها يا مولود الدلو. حاول أن تقابل الأصدقاء القدامى كل فترة لتستمد منهم الطاقة الإيجابية والسعادة والبهجة واسترجاع الذكريات الجميلة، ولا تلتفت إلى أي مشاكل في العمل. الحوت. اذهب إلى عملك في وقت مبكر ورتب أفكارك في بداية اليوم. كما عليك الالتزام بتعليمات المؤسسة التي تعمل بها. ضع حداً للمشاكل المستمرة بينك وبين شريك حياتك منذ فترة طويلة حتى تستقر حياتك مرة أخرى وتشعر بالسعادة.